كثيرة يعني المعقولة إلى أن يتم السيطرة، ولكن طبعا على الجميع الالتزام بكافة التعليمات اللي بتصدر من الأجهزة المعنية، خاصة طبعا وزارة الصحة ومجلس الوزراء وكافة الأجهزة الطالعة في هذه العملية، البقاء في المنزل، الاحتراز تماما، مراعاة السلوك الشخصي، النظافة الشخصية وما إلى ذلك. ده شيء مهم جدا لصحة المواطنين ولصحة الشعب كله. سيادة الرئيس، اليوم كمان خد قرار فيما يتعلق بتأجيل افتتاحات المشروعات الكبرى، سواء المتحف المصري الكبير، متحف الحضارة، النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة. هذا القرار هدفه الأول وربما الحفاظ على صحة الناس، أو لحين القضاء على والتخلص من هذا الفيروس؟ يعني دعني أقول لحضرتك، هو يعني المشروع لازم يعني في شيء مهم جدا لازم نوضحه في هذا القرار. اتفضل. إنه هو القرار بيتحدث أو بيتكلم عن تأجيل الفعاليات والافتتاحات للمشروعات القومية الكبرى، ولكن في نفس الوقت ده خاص بالافتتاحات والفعاليات، ولكن معدلات الإنشاء، الخطة التنفيذية الإنشائية على أرض الواقع هي مستمرة كما هي. ولازم أوضح لحضرتك إنه ده نابع من إيه؟ إنه المشروعات القومية ليها أهداف استراتيجية عديدة جدا، من ضمن تلك الأهداف هي الانتقال إلى عصر جديد، الانتقال إلى عصر الرقمنة والحوكمة والكفاءة الإدارية وما إلى ذلك. وكان يجب أنه ده يتم في إطار تقديم وترسيخ صورة مصر الحديثة الجديدة إلى العالم كله. ده كان هيتم من خلال الافتتاحات، أنها تتم بشكل معين وفي إطار إعلامي وفي إطار دعائي وفي إطار ترويجي لترسيخ هذا المفهوم، ولعكس المجهود الانعكاس المجهود الكبير الذي تم خلال السنوات الماضية عشان نوصل لافتتاح تلك المشروعات، خاصة وأنه كان هيبقى فيه شخصيات دولية مدعوة إلى مصر، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو ما تتضمنها من منشآت مدينة الثقافة والفنون، المتحف المصري الكبير، متحف الحضارة وما إلى ذلك. فكان فيه بعد دولي في الموضوع. طبعا في ضوء انه عدم وضوح المدى الزمني للأزمة الحالية على مستوى العالم كله ومدى الزمني الخاص باحتوائها او انتهائها، فكان لابد انه يتم التأجيل لخروج هذه الفعاليات بالصورة المشرفة وبالصورة اللي تحقق الغرض منها زي ما بقول حضرتك. فطبعا السيد الرئيس ارتقى انه، لان احنا النهاردة في ابريل، الافتتاحات كانت هتتم يعني من يوليو ابتداء من 30/6، فده وقت قريب وهناك عمل كبير جدا بيدور في هذا المجال زي ما قلت حضرتك، مجال الافتتاحات والفعاليات الافتتاحيه. فطبعا يعني في ظل الظروف الحاليه ومنع الاجتماعات ومنع الازدحام والاختلاط وهكذا، فما كانش هيبقى ملائم ابدا القيام بهذه الفعاليات او افتتاح المشروعات على النحو اللي انا شرحته لحضرتك وعلى الغرض منها وعلى يعني ترسيخ المفهوم اللي قلته لك. لكن سعادة السفير،